النهارده اعلن الاتحاد العام للغرف التجاريه على تصدير تاني شحنه من المشغولات الذهبيه المصريه لاسواق الخليج، وده بعد قرار الغاء رسوم التسمين على تصدير الذهب. خلينا نعرف تفاصيل اكتر، ورحب بالاستاذ هاني ميلاد رئيس الشعبه العامه للذهب. مساء الخير يا فندم استاذ هاني. الو، ايوه استاذ هاني، مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء النور. اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك استاذ هاني. القرار ده الغاء فكره رسوم التسمين، ده كان ليه اثر ايجابي؟ بكل تاكيد طبعا، هو كان معيق نسبيا لعمليه التصدير، على اعتبار ان ده كان يمثل عبء ويحد من التنافسية ما بين المنتجات المصرية والمنتجات الأخرى. أيوة. وبالفعل معالي الوزير يعني بعد عرض الفكرة وبعد حضوره للمعرض بتاع نيجو، اللي هو كان معرض يعتبر دولي الأول من نوعه في مصر، ووجود مشتريين أجانب كنا داعينهم، وبعد اعجابهم بالمنتجات فتجاوب معاليه ولغى فعلا رسم التسمين. قد كده هي كانت نسبة؟ كانت نسبة مئوية 1% من قيمة الذهب. وبالتالي فبالتالي فرقت، وده يبقى نوع من انواع التحفيز. ده مهم قوي، عايزين محفزات كتيرة طبعا. ايوه تمام.